عسلامة مدام. عسلامة أختي. عسلامة أختي. هدموا لي رواحكم. أنا مروة من الكيف. حي الأهالي كيف. وأنا أميرة من الكيف. بنت خالتي. مرحبا بكم. بنت خالتي. تعيشوا في تونس ولا جايين زيارة؟ لا جايين ضيف بحكم عنا عرس جايين ضيف. عرس في تونس. ديما تجيو ولا؟ بالنسبة لي أنا كنت نسكن في تونس وأصلي من لصف في فرح في حاجة أخي باش نجوم كل إنسان معني عنده ظروف وحاجات ويقضي يعني يجي حاجة باش نجو ونجو بحب. بالنسبة لي أنا تولدت في تونس وبرسك بقيت فيها 27 سنة حطش للباك ما خذيتش الباك عرست عندي ابنية ولايطة ونسكن في الكيف. يعني أنت ماكش كافية؟ لا أنا كافية أما رأس كيفي أما السكنة يعني درت ورجعت للكيف. الكيف شو نحكي لك على الكيف؟ غنية عن التعريف. الكيف بالطبيعة حاجة ما غير ما نحكي. تنجم تحكي على الكيف بالنسبة للمشاهدين اللي ما يعرفوهاش؟ اجوا زوروها وتو تشوفوا. بالنسبة للكيف كل فصل وفيها محلاه. الربيع ما نحكي لكش حاجة روعة. بالنسبة للصيف زادة كيف الجو متاع اللمة وكل العروسات وكل الفروحات كل شيء حاجة فيها باهية. شوية شتاء زادة باهي شتاها محلاه. أما ثم حاجات فيها اللي هما شنو؟ مثلا احنا توا في الشتاء لو جت عنا المواصلات وجت الكياسات مريقلة كانت حاجة روعة. مشكلتنا في التمسخر صعيب ياسر برشا. احنا كياس خايف برشا. والبلاصه اللي برا من الكيف احنا بحكم نسكنوا فيها خايب برشا. قلت لي في الكواليس يعني حتى باش تمشي للسوق حبيت لك تمشي باش تلقى ترونسبور. يعني تو كيما احنا باش نوصلوا للسوق نمشوا على الاقل من غير نقل راه باش نوصلوا لها النقل الريفي هذا باش نوصلوا على الاقل 15 كيلومتر. باش تخرجي من دارك باش تاخذي النقل. وشوفي انت الروتار اللي تعملوا النقل معناتها بساعه ولا بربع ساعه ولا بنص ساعه. وتزيدي تكملي تهبطي للسوق يعني انت ثم وقت. كان اللي انت والوقت خلطت نص نهار ماضي ساعة ثم نسرع حتى من ثلاثة. إذا كان اللي عنده معناتها وسيلة نقل كهرباء وإلا موتور يروح سينو ما يروحش. يبقى عندكم مشكلة كبيرة في الترونسبور. مشكلة كبيرة بقى بلاصتنا شوية ذواو متاع طرقات بحكم احنا ظلمة وفي ريف يعني ريف تكيس لو يعملونا الكيس بركة. وين بالضبط في الكيف؟ ولا احنا السرس البرا شويه من السرس ما تمديت السرس البرا شويه من السرس. شنو المشاكل الاخرى اللي تواجهوها في الكيف؟ والله عندنا شويه مشاكل هي ديجا عامه هي مش حاجه. اما عندنا شويه مشاكل في الماء. اللي عنده ولاباس بيه يشرب ويشيخ بالماء واللي ما عندوش يبقى تحت الصفر. يعني فما التو فما عائلات ما عندهمش الماء. فما برشا ما عندهمش الماء. الناس الواجده تعمل لك سنتاج وتعمل لك ابار عميقه اللي المواطن العادي ما ينجمش يعملها. لهنا كان تولي الدوله تتصرف لنا شويه في الماء واللي ما يسالش خلي يعملونا احنا الماء ونخلصوا. مناقل في الدار واحد يخلص كي يجي معناها الفاتوره ويعرف روحه شنو يسال خليه يخلص. دونك كيفاش توفروا في الماء؟ بالنسبه لنا احنا عندنا عين فيها خزنه تخرج لنا في الماء. كل جمعيه نخلصوا على قد القسط اللي يجيك. بالنسبه لتو فترتك شفتي معناتها السخانه وكل شيء. اذا كان نقص الماء يعني يلزمك ماذا بك تحاولي تعملي الماكسيموم اللي تحايلي باش تنجمي توفري الماء. ثم مونك نتاع ماء. ديما ثم المونك نتاع الماء. روعه معناتها مش حتى كان في ولاياتنا احنا. ثم برشا في برشا ولايات. حتى في تونس موجود الماء مقصوص. اما احنا بركه لو يعملونا يوفرونا الماء من مثلا من ولايات اخرى ولا من معتمديات اخرى كانت الامور تتحسن شويه. بقى ثم شوفي الريف في حاجات باهيه. ومزيانه ومحلاها. انا توا سرتو بالنسبه لي انا نحكي كي نجي لتونس نتفرهد راني حسي روحي متفرهده. اما ديما نرجع للموقع نتاعي للكيف ونرجع للبلاد لولايتي لو تتوفر الحاجات هذيك طياره لبلاصه. الراحه النفسيه بتبيعها في الكيف ترتاحي تاخذي راحه ابسط الحاجات تعيشي قفتنا عاديه صحيح مع الغلاء المعيشه والحمد لله الواحد ما لاش يكون بيت جيعان. نقضوا نصرفوا وناكلوا ونشربوا ونعمة بالله. مشاكل في المقدرة الشرائية ولا؟ فما الاحتكار موجود الزيت موجود السميد موجود القضية موجودة والاحتكار شنو توا عطار شركة تهبط لك القضية يجيك يخبي لك السميد يقول لك عندك 25000 تشري شكارة ما عندكش أبقى السميد موجود. المهم في الكيف موجود
والزيت موجود. مدعمة؟ أما كي تمشي ما ذميش راه موجود شركة تهبط وقاعدة تعمل في الاحتكار. سكر موجود، روز، الحاجات هذوما المفقودة في تونس. وقت تتوفر، وقت تتوفر موجودة، بنحن من إذا كانت توفرت موجودة، ما دام وفرها لك معناتها موجودة. ويني الله أعلم. موجود. الله أعلم. أما الاحتكار يا اخي هذاك اسمعني، تمشي للشركه يقول لك ما جانيش، تمشي لل عندك فلوس تشري ما عندكش ما تشريش. 25 شكاره سميد اللي هي ب 13 دينار مسعرها الحاكم، 25 الف انت تصبحي 25 تجيب لك شكاره انك باش تشريها، تضطري معناتها انت ب 20 الزيت سيد او سنسنا بالدبوز الزيت المكشتي لانه المدعم ما عادش موجود. عندك 40 دينار باش تشري كاجو او وين مسينو ما فماش، ابقى كيكه ما غير زيت. شبيك هذايا معني الاحتكار، هذايا مشكلة. شكون المتسبب في الشيء هذايا؟ الله ورسوله أعلم. الناس ما برشا برشا ناس تضرت برشا. هل العمل متوفر في الكيف ولا؟ والله بالنسبة لمواطن الشغل ما عندناش برشا، ما عندناش برشا. سيبتنا معمل زادوا سكروه الفريق معتمدين السرس، علاش الله اعلم، على خاطر كان تبع الدوله بعد ولا خواص كان في برشا خدامه. اسمعني حتى اللي باش يخدم ابار معمل الفريف، حتى اللي باش يخدم باش يخدم معناتها باش يمشي يخدم كبلاصتنا احنا باش يمشي للسونتر اللي هو السرسه، لو ريتي لو يعطوه يرجعوا له حق ترانسبور ويرجعوا له حق مصروف ودخان وقهوه وكل شيء ما يخلصش، فهمتي؟ ما يخلصش الجمله. كان مش يعني ريتي بركة الحاجة الباهية في الكيف وفي في بلاصتنا احنا البتالة طرف مكلتها توا عنا برشا بتالة الفلاحة. اما فلاحة اذا كان عندك فلاحة وحدك راهو وحدك نجم تعيش، اما باش تخدم عند العباد وتحاول انك لو ماكسيموم باش توفر وعلى الاقل انك باش تعمل حاجة تكون حاجة ولا تزيد حاجة صعيب ياسر. دونك انتوا ما تخدموش البنات؟ ليش؟ معلش احنا باش تخدم فما اذا كان عملوا لنا بحذنا في بلاصتنا انا واحده من الناس نخدم. علاش يعني ما كنتش ضد انكم تخدموا؟ لا مانيش ضد الخدمه. شنو كيفاش باش نعيش؟ ما نخدمش باش نعيش. سامحيني ما عنديش مشروع وحدي، ما عنديش حاجه لذاتي الخاصه، ماني باش نخدم بالطبيعه عند العباد. انت مش تمشي تخدمي عند العباد تخدمي في السوين ب 15 والا ب 13 سافوار عليك، تقومي لهم من الخمسه نتاع الصباح تروحي لهم في نص نهار ماضي ساعة، يعني يشرط عليك يشرط عليك باش تكملي الخدمة، ظهرك يتقسم وتتعبي أنت ماديا ونفسانيا. وشوفي أنت شنو الظروف اللي تعاني فيها في دارك، 15000 ها شو باش تعمل لك؟ شنو باش تعمل؟ أنا هاني نري فيهم تاعبين راهو غير بركة المرأة بركة مستحمل على روحها، تلقى عندها ظرف اقوى من ظروف الكل اللي خلاها تخرج هكاك. هذا رجلها مريض، هذا ولدها معاق، هذا ما نعرفش انا، هذا رجلها ما يخدمش بطال كيما رجلي انا توا سامحيني يخدم وعمل في الحظيره. بالله سامحيني 150000 شنو تعمل في 2023؟ وتوا ما ترسم عنده بريسك توا يجي اكثر. قد ايه يخلص؟ 150 170 شنو باش تعمل؟ الكاردي من الحانوت 40 هذا لما ثمش 60 يجيك الضو تخلصيه، يجيك الماء مع الجمعيه بالطبيعه مش ديك 60 مش خلصه، بيجيك 20 مش خلصه، بيجيك التاذي تخلصه، اللي يجيك مش تخلصيه لانه انت تسالكي فيه الماء. صغار يقراو هات هذا هات هذايا مصروف هذا مانيش نحاسبين تمرضي حاشاك هاك بعيد شلاري ها شنو باش تعمل في الوقت هذا 170 لا ترسيم. ما فهمتش انا عمال حذار بالذات علاش الترسيم ما يرسموهمش؟ علاش ما يسولهمش وضعيتهم؟ يا سيدي ما ترسمنيش، ما تحبش ترسمني، ما يسالش، ما على الأقل ضمني، عمل لي حاجة، زيدني في الشهرية باش نجم أنا نقاوم المعيشة. وين؟ راجل تقيم ما شاء الله عليه يخدم ب 150 ب 170 حتى 200 ما تعملوش شيء. عليه؟ 200 شو تعمل؟ بصراحة بصراحة ريتي مقصرة، نقول لك حاجة، مقصرة الدولة في كل شيء من أعلى سلطة وانتهاء. عملت لنا الدولة ولا تستثمر فينا، عاملة لينا هذيك نتاع القروض، احنا ما حاشتنا شيء. يسووا وضعية يسووا وضعية الناس الكل من العمال الحذار واحنا ماشي. يعطيكم الصحة البنات. عايشة.